tellement qu'il y a un bloc. On a ma cadence à cadence où je me tiens le voix, c'est le voix de son père bien. Tout là, c'est ma notre problème. Tiens, ça vous l'entend pas, c'est la raison. هاد النواب غير ملي كيكون عندهم طفول السنة الأولى واش كون غادي عليهم ولا غادي عليهم؟ كون غادي عليهم كنا مساعدين في إطار التحالف في إطار يعني حب المدينة باغيين ندير هاد الشيء لقدام باغيين ندفعوا هاد المجلس حتى هو تكون عنده شي واحد 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 يعني واحد نقطة إضافية للمدينة ولكن من بعد كاين مشكلة سي الرئيس وخصنا نشوفوا المشكل ماشي اللي مظهر في المكتب هنا كاين مشكل علاش ديما كنسالو علاش كتكون الامور غادية عادية ومع ثلاث راجل هذا هو السؤال اللي مطروح سيد الرئيس انا نولي لهاد واحد النقطة غير مقررة تاع الدولة غير مؤخرا دوزنا دورة تاع الدولة فاش فيها مقررات وكان فيها واحد النقطة مهمة جوهرية اللي غادي تخلي هاد السيد الجماعي في المستوى ودابا مجهود كبير وكانت أغلبية مطلقة كنتصور عليها 39 صوت هو اللي كتب مدير ماذا قالوا دابا في هاد اللحظة؟ الحقيقة راه باقي محطوط في الإمارة علاش؟ اسمح لي سيدي الرئيس وهضرت معاه شحال من مرة قلت السيد الرئيس السيد الرئيس اللي كتب لي ما مشاش ما مشاش في الإشارة تعيش السيد الوالد ما مشاش ما عندناش علاش هذا هذه نقطة النقطة الثانية دورة ماي كان فيها تأهيل بسوق أسبوعين تاع كيفاش كولوش ماذا هذه هذه النقطة؟ هذا الجوج نمشيو السيد الرئيس لجدول الأعمال تاع الدولة من خلال التدريب جاوبك على لا سيد الرئيس لأن أنا غير تتكلم تتكلم في الأخطاء ديالي شجد الأخطاء ديالي وجاوبني كاين التقرير ديال تاع الأنشطة وتم اتفاق على إدراج نقط في جدول الأعمال نقولهم هنا سيدي الرئيس نقولهم النقط اللي تتقع في المكتب ما تقولش تما اتفاق على ادراج نقط وتخليها مبهمه باستثناء علاش باستثناء كوبها والنقط اللي درتها ما كاينينش باش تكون واضح باش هذا المسجد الاخر هاد 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 النواب اللي مارسوا المهام ديالهم ما عرفش غير كرامه يا سيدي الرئيس ماشي انا نائب يجي ولا معي ثلاثه نائب ولا العم من غير الدوله سيدي الرئيس انا كنقول هذا بعيد لتصميم ياك ولكن ماشي وقتها ماشي وقت الدور سيد الرئيس الى جلسوا نفهموا وفي المنزل قال لك سيد الرئيس في المنزل قال لك اودي راه مستقبلا يعني هذا الاجتماع اللي في السابق مستقبلا غادي يكون عندك مشكل في الاخر اجي سيد الرئيس كان هو بك رئيس اللي جلسوا حل هذا المشكل في المنزل كنا مستعدين ندوز معاهم وما دزش معاهم وخيروا دليل اللي قصار سيد الرئيس السفينه القنصل تاع جوار فرنسا حضرت هناك عيد النواب ما يتاتش هنا. حتى اللي مفوض لها القطع حتى الموظف من القطع من المنصه هذا او هي النائبه ما حضرش. كيف غادي نديروا تعامل سيدي الرئيس هذا؟ عندنا حسن نية نمشي معاك بعيد في اطار التحالف ولكن من اللي يكون مطبع ولا اللي عندي تقطع ونهضروا الواقع سيدي الرئيس. انا ما كنتش انا اللي بعيد كنت بالكاس التابعين وتابعين وتكرارين ما عنديش من الوكال المراسلات ديالي. خلينا نوقع الكاتبه خلينا نهضر وقلت لها كبيره كتقول لي انا شو معاك سيريور واش انا داني سيريور ما داني سيريور ثم يجي الموظف انت اللي توفر هاد المسائل هاد هو اللي خلى هاد المشاكل اللي تحطوا سيد الرئيس النقط اللي مدرجه بعض النقط مدرجه هنا حتى هو القسم التقني انا دائما تناقش مع رئيس القسم تناقش مع رئيس المصالح في اطار تهيئه القسم وانا داعم وتجي انا جيت في اخر الدوره وفي عيدي كل موافق معايا ما يمكنش اصيد الرئيس الى نمشيو نمشيو بدايه بار نديرو تخيع بلون مليحه الى خدام مع الى خدام مع المطفين ومع رؤساء الاقسام الله يعاونك اصيد الرئيس عندك نواب الاداره لها مشرف اداره تساعد المجلس النواب والمكتب يسيرون دابا الايه تخلت تخلت الاداره كتحكم بقول الموظفين مع احتراماتي للموظفين ولكن ديك احترام السوق متفق معاه صح ديك احترام السوق ما يمكنش واحد النائب ولا النواب عندهم واحد الحاجه ولا عباده كلشي كثير في الدور تقول لي هذه النقطه مهمه متفق معاك النقطه مهمه فيها ولكن شاركوا فيها سيد الرئيس ونحن راينا فيها ونكون عارف اش صار فيها كتخدم خلايط اخر ما كتقول لك تاع الكونسول واخر ماشي تحل الحدود نتاع الكابينه تاع لي بار
اللي تكوين لا اي ما يكون مش تحملات يعني حتى واحد ما قالها لي تخدم بيك وبين رئيس الصحراء وبين رئيس الغيش واش هذا يعبر على صاحبي وتجي تقول لي في الدورة اجي اجي انا بنت سهل ونقول لك نصبر معاك وش اللي عطانا ديالك عيب عيب عيبونا بصاحب اللي تاع 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 السبقة اجي تقولوا لي كوباك باش تاخذ تشوف حنا ما غاديش نشوف السبقة ولكن اللي حكي لك تاع انا كنقول سي رئيس كي تكون تسيير جماعي معانا وعيب معاك وهذا السنة دي في مركز السنة